أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل اشتراط عدم أكل الجارحة خاص بالكلاب وما له ناب، أم أنه عام في الكلاب وكل ما له مخلب؟ الله يهديكم، قلنا هذا خاص بالكلاب، أما الطير جوارح الطير فلا يشترط أنها ما تأكل، لا تأكل صيدها ولو أكلت منه، لأنها لا تقبل التعليم في هذا ولا يؤثر فيها التعليم في هذا. نعم.